أهلا ومرحبا بكم مجددا. اليوم معنا هذا العود الجميل من طراز تركي 2. مواصفات هذا العود عندنا الوجه من السيدر زي ما احنا ملاحظين، الظهر عندنا من خشب المهوغن الإفريقي بالإضافة للزند والبنزك الكامل. مصدره ومفاتيح أبانوس درجة أولى. الزند عيار مهم، نقدر نتحكم بالدوسة من خلال الشد والرخي، وهذه الميزة بتمكننا من التحكم من بعد الوتر عن الزند، وكذلك وتحمي الزند من التقوس مع مرور الوقت. الأوتار عندنا من السلة دوزان فافا. قياسات العود: العرض 36 عمق 20، طول الزند 19.5، عرض العظمة 3.9. نسمع العود ونختبر مختلف المساحات الصوتية، ونحب نذكركم دائما أبدا أنه صار عندنا تقسيط متاح لكل دول العالم، ما عليك إلا أن تتواصل معنا لمعرفة الخطوات. نبدأ نسمع العود ونختبر مختلف المساحات الصوتية إن شاء الله. التوفيق والخطأ.